إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسجد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين، أسأله سبحانه أن يفرج هم المهمومين ويكشف كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يدل الحيارى ويهدي الضالين، ويغفر للأحياء وللميتين. نحن وإياكم في ليلة بعنوان قصة بطل. حاجتنا للأبطال في هذه الأيام ماسة، يوم أن كثر الأبطال بالأقوال وقل الأبطال بالأفعال. حاجتنا إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حاجتنا إلى أولئك الذين يعيشون لهدف وغاية هي أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تكون كلمة الذين كفروا السفلى. أولئك الأبطال الذين أعطوا كل غال وكل نفيس، أولئك الذين على أيديهم تتحقق البطولات وعلى أيديهم يتغير الواقع وعلى أيديهم تنهض الأمة من الحال التي تمر بها في هذه الأيام إلى حال العز والمجد والتمكين. إن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، أمة معطاءة، أمة متجددة مهما تكالبت عليها الأعداء واشتدت عليها الظروف. فقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذه الأمة، قال: أمتي كالمطر. وقال فيما قال عن هذه الأمة، قال: أعطيت من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. يقول: فاستجدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. إنه والله لفضل عظيم. أمة بهذه الفضائل وبهذه المميزات فيها أبطال، وأبطال أفعال، لا أبطال أقوال. تعالوا معاشر الأحبة نقف وقفات ونذكر سطورا وآيات عن قصة رجل. إذا ذكرت المعارك فهو رجلها الأول، إذا ذكرت التضحيات فهو أول المضحين، إذا ذكر البذل والعطاء
فهو سيد المواقف هذه كلها. إن كل مسلم في أدنى الأرض وأقصاها لا يخفى عليه هذا البطل، فلقد ارتبطت انتصارات الأمة ماضيا بهذا الاسم العظيم. إنه خالد، وما أدراك ما خالد. خالد مضى لكن بقى اسمه خالدا في حياة المسلمين. إنه خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. من خالد قبل الإسلام؟ لا شيء يذكر، لا شيء يذكر. الذي صنع خالد هو الإسلام، والإسلام الذي صنع خالدا قادر على أن يصنع أمثاله. الإسلام الذي أخرج مثل خالد قادر على أن يخرج أمثال خالد. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب دللوا سبل المعالي ما عرفوا سوى الإسلام دينا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى القصم العرينا، وإن جل المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم نجونا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحوم. على أمثال أكتاف هؤلاء الشباب تنهض الأمة من الحال الذي تعيشه في هذه الأيام. حتى يتربى الأبطال لابد أن يقرأوا سير الأبطال، حتى يتأثر الرجال لابد أن يقرأوا سير الرجال. وأي سيرة أعظم من سيرة هذا البطل الذي صنعه الإسلام. إنه خالد وما أدراك ما خالد. خالد الذي قال وجال ضد الإسلام يوما توقف مع نفسه وفكر، قال في نفسه والله لقد ظهر الحق واستقام المنتم، وإن هذا الرجل لرسول. رأى أطناب الإسلام بدأت تضرب بقوة في شرق الجزيرة وفي غربها. هكذا الحق يبدأ ضعيفا ثم يقوى شيئا فشيئا حتى يذبح الباطل. سبحان الله، فكر خالد. ونعمة العقل نعمة عظيمة أحبته، يملكها كثير ولا يستعملها إلا قليل. لو أن كل إنسان صالح أو صالح فكر في مصيره ومآله لكان الصالح زاد في صلاحه، ولكان الصالح غير الحال التي هو عليها. خالد فكر ودبر وقدر فتبين له أن الحق واضح، فقال في نفسه أمام رجل يصاحبني إلى المدينة حتى أسر إسلامي. فالتقى رجلا آخر صد من الأبداد وبطل من الأبطال عثمان بن طلحة، فأخبره خالد بالخبر الذي يريده فقال أنا معك يا خالد. فخرج سويا حتى إذا استويا خارج الوادي خارج مكة إذا بثالث من دواهي العرب يسير في طريقه أيضا. إذا هو بداهية العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فقال لهما إلى أين تذهبا؟ تبين له الوجهة التي سينطلقا إليها. قال والله هذا ما أردت. الرجال فكروا وتبين لهم أن الحق واضح. هذه مكة قذفت بثلاثات أكبادها دواهي العرب خالد وعثمان وعمر بن العاص، حتى إذا وصلوا المدينة ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيوه بتحية الإسلام وتحية النبوة، فسر وجهه صلى الله عليه وسلم. فمد خالد يده قائلا أبايع على الإسلام بشرط أن تستغفر لي يا رسول الله كل صدة صديتها عن سبيل الله. تأمل هذه الكلمة، خالد سيعوض ما فات، خالد سيعوض الماضي. يوم أن جاء وصال ضد الإسلام
هو الآن على أتم الاستعداد أن يعطي كل غالي ونفيس من أجل الإسلام. استغفر لي يا رسول الله كل صدة صديتها عن سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا خالد، فإن الإسلام يجب ما قبله. الإسلام حياة جديدة شعارها استسلام لله وانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا خالد لقد رأيت لك عقلا، رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. أكرر أقول أحبتي، نعمة العقل نعمة عظيمة. لو كل إنسان فكر في نفسه، فكر في حاله، تبين له أن بعد هذه الحياة موت، وبعد الموت قبر، وبعد القبر نشر وحساب، وبعد الحساب إما جنة وإما نار. فصاحب العقل السليم يعمل حتى يفوز بجنة الله وينجو من عذابه. وهكذا فعل خالد ومن معه. ثم يبدأ خالد دوره بين صفوف المسلمين جنديا من الجنود، ولم يستصغر الأدوار التي كان يقوم بها. اليوم الأمة في أمس الحاجة إلى جهد كل واحد منه. اليوم جراحات المسلمين في الشرق والغرب وفي كل مكان، الأمة اليوم في أمس حاجة إلى كل جهد من جهود أبنائها، رجالا نساء حتى أطفال هذه الأمة. الأمة في أمس الحاجة إليهم. أقول: خرج خالد في جيش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة الروم الذين خانوا العهود وخانوا المواثيق. الروم الذين أرسل إليهم رسول فخانوا مواثيق الأرض كلها وخانوا الأعراف كلها، فقتلوا ذلك الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم أن شوكة الإسلام ليست بالشوكة الهينة، وأن جند الإسلام على استعداد للتضحية من أجل دينهم. أرسل قلة قليلة لا تتجاوز 3000، أرعبت الروم حين خروجها، فخرجت الروم في حافلة كثيرة تعدادها أكثر من 120,000. قل لي بالله العظيم 3000 ماذا سيصنعون أمام 120,000؟ نحن لا نقاتل بالعدة والعتاد أبدا، أمة الإسلام لا تقاتل بالعدة والعتاد، لكن هي مطالبة بإعداد ذلك، هي مطالبة بالعدة والاستعداد، لكنها تستجلب النصر من السماء ليس من الأرض. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. كم من مثل هذه الصور في القرآن، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. خرج خالد جنديا، جهز النبي صلى الله عليه وسلم ورتب أمر ذلك الجيش، رتب الإمارة فيه. قال: يحمل الراية أولا زيد بن حارثة، ثم إن قتل يحملها جعفر رضي الله عنه وأرضاه، ثم إن قتل يحملها عبد الله ابن رواحة رضي الله عن الجميع. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ينقل وقائع المعركة حية على الهواء وحيا، فقال وهو يصور لأصحابه: اسمع، الأمة كلها متعلقة بذلك الجيش، الأمة كلها تتتبع أخبار الانتصارات هنا وهناك، الانتصارات في أرض المعارك لا في الميادين الأخرى، الانتصارات في أرض المعارك لا في الملاعب. دارت رحى معركة من أشد المعارك، قلة قليلة ثابتة أمام جحافل كثيرة، لكن هو الإيمان يصنع جبار رواسي أمام سيارات الكفر. سبحان الله، كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقل لأصحابه وقائع المعركة: حمل الراية زيد ثم قتل، ثم حمل الراية جعفر ثم قتل، ثم حمل الراية عبد الله ابن رواحة ثم قتل. ثم صمت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر على وجهه إشراقة، ثم قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة. رفع القادة الثلاثة إليه صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم صمت قليلا ثم قال: أما الآن فقد حمل الراية سيف من سيوف الله،
حمل الراية سيف من سيوف الله ولقد حمل وطي. تعال نرجع إلى أرض المعركة بعد أن سقط ثالث القادة عبد الله بن رواحة شهيدا نحسبهم والله حسيبهم. أخذ الراية ثابت بن أكرم رضي الله عنه وأرضاه ثم نادى بخالد وقال يا خالد احمل الراية. خالد يقدر الرجال وينزل الناس منازلهم. قال أنت أقدم مني هجرة وأكبر مني سنا وأنا لا أتقدم عليك. ينزل الرجال منازلهم ويعطيهم حقهم. فقال ثابت أما والله إني ما حملتها إلا له فأنت أدرى بفنون القتال. ما عرفت الأرض فارس كر وفر مثل خالد. لم يعرف التاريخ منذ أول سطوره إلى آخرها لم يعرف فارسا مبرارا كارا فارا كخالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ثم نادى ثابت في المسلمين قال أترضون بخالد ابن الوليد أميرا عليكم؟ قالوا رضينا. قالوا رضينا. فحمل الراية رضي الله عنه وأرضاه وامتطى صهوة الجواد ثم ذهب إلى أعلى مكان في أرض المعركة يتفقد أرض المعركة ينظرها يمنة ويسرى بعين ساقبة بعقل وعبقرية عسكرية لم تعرف الحياة مثلها. نظر خالد فتبين أن هذا الجيش القليل قد أبلى بلاء حسنا لكن إلى متى سيستطيع أن يقاوم ثم فكر وخالد وغير الميمنة والميسرة وقلب مواضع القتال يمنة ويسرى وغير وجوه الرجال في وجوه أولئك القوم حتى ظنوا أن مددا قد جاءهم من المدينة. فرفع معنويات الرجال وألقى الخوف والرعب في الفريق الآخر. ثم في فئة قليلة معه صمدوا وقاوموا وقاتلوا واستبتلوا ثم بذهاء عسكري استطاع خالد أن يفتح فجوة في صفوف الكفار. أخذت فلول المسلمين مجموعة تلو المجموعة تخرج من أرض المعركة بأقل الخسائر. كان خالد يظن أن الخروج من أرض المعركة بأقل الخسائر هو انتصار وهو كذلك بعد أن أبلى في ذات في أولئك القوم بلاء حسنا. يقول خالد لشدة المعركة تكثر في يدي في تلك المعركة 9 سيوف ولم يطمد في يدي إلا صحيفة يمانية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ولقد حمل الراية سيف من سيوف الله ولقد حمل وطي. خرج خالد ومن معه من أرض المعركة في خطة عبقرية فذة إلى الآن تدرس في ميدان القتال. ولم يستطع الروم أن يتتبعوا ذلك الجيش الصغير. الآن المدينة تنتظر قدوم ذلك الجيش. الآن الصغار والكبار ينتظرون رجوع ذلك الجيش. فبأي وجه استقبل الأطفال ذلك الجيش؟ استقبلوه في أزقة المدينة بالحجارة. استقبلوا خالد ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة يقولون لهم تفرون من الموت في سبيل الله. يرمونهم بالحجارة ويقولون لهم تفرون من الموت في سبيل الله. يا فرار الصغار يعيرون الكبار. اسمع على ماذا تربى الصغار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعال نتأمل الصورة بالأمس وباليوم. بالأمس كان صغارنا يستقبلون الجيش ومن معه في أزقة المدينة. كانوا يقولون لخالد ومن معه إلى أين يا فرار. واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا بيده قيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. مستار يا مستار هذا زمان العار من طنجة إلى قندهار معتقل يعيش حالة احتضار. أمتنا ليس لها قرار أمتنا العوبة باليمين واليسار. نرجو صلاح الدين ندور في مأساتنا حتى أصابنا الدوار. لكن لا خيار من موتنا فوق صغار السيف حتى يطير التوف كل نار. أموقنون يا مستار بشرقة المشوار فإن النصر مع الصبر والصراط فوق النار.
هذه باختصار قصيدة اعتذار عن أمة تعدادها مليار ليس لها قرار. ثم يرجع خالدا ظافرا من مؤتة ومنتصرا انتصارا عظيما يوم أن خرج بجيشه من تلك المهلكة، ثم من أرض قتال إلى أرض أخرى، ثم توجه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة من الجهات فاتحا بجناح من المؤمنين. فدخل خالد ولم تستطع مكة أن تقاوم أهل الإيمان، لأنه إذا جاء الحق زهق الباطل، وكما قال الله جل في علاه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. مهما على الباطل وانتفج سيأتي يوم ويظهر الحق، بشرط أن ينتصر أهل الحق للحق، بشرط أن نأخذ الكتاب بقوة كما أمر يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. فدخل خالد فاتحا ثم تذكر الأيام الماضية وهو يرى تلك الأصنام التي تعبد وتقدس وتمجد من دون الله سبحانه وتعالى. أين نعمة العقل؟ آلهة لا تنفع ولا تضر ولا يملكون لهم لا حياة ولا نشورة. تذكر خالد واسترجع وقال: كيف كنا نقول يا عزة سبحانك، بل يا عزة كفرانك، لقد رأيت الله قد أهانك. حمد الله أنه دخل مكة فاتحا ولم يدخل الإسلام بعد فتح مكة. لا يستوي الذين أسلموا من قبل وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من أولئك، وكل وعد الله الحسنى. ثم مرت بالإسلام فاجعة لم تمر عليه من قبل ولن تمر عليه من بعد، فاجعة فقد النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة عظيمة ابتلي بها المؤمنون في أمس الحاجة، وفي طور إنشاء الدولة المسلمة فجعت تلك الدولة المسلمة الفتية بفقد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولأن من حكمة الله جل في علاه أن هذا الدين لا يقوم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اختاره الله لما بلغ الرسالة وعلم الرجال كيف يحملون الأمانة، فحملها الرجال، حملوا تلك الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال. ارتدت العرب عن دين الله، ولم يبقى على الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف. ارتدت العرب قاطبة، ومرت بالمسلمين أزمة لا يعلمها إلا الله، مصيبة فقد النبي، ثم المصيبة الأخرى تجمع أولئك المرتدون على تلك الدولة الفتية. فتصدى لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولكل زمن رجال. من فضائل هذه الأمة أن الله يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. شاور أبو بكر الصحابة في أمر تلك الأزمة، منهم من رأى أن من الحكمة البقاء في المدينة حتى تنجلي الأزمة، حيث أن هناك كان جيش صغير أعده النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة شاب من الشباب في 17 من عمره. سبحان الله، قواد الجيوش شباب، كتاب الوحي من الشباب، كتاب السنة وحفاظ السنة هم الشباب، أهل المشورة هم الشباب. فأين الشباب اليوم عن هذا الدور العظيم؟ أين الشباب اليوم عن هذا الدور العظيم؟ إن أمة الإسلام اليوم في أمس الحاجة إلى شبابها. أي شباب؟ الشباب الذي تربى على تقوى من الله ورضوانه. فسبحان الله، كان لأبي بكر نظرة في تلك الأزمة أنه لا بد من الانتصار لهذا الدين مهما كان الثمن، لا بد أن ينصر هذا الدين مهما كان الثمن، لأن سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، والله لا يحابي أحد في سننه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أشاروا على أبي بكر بالبقاء فقال: لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. أينقص الدين وأنا حي؟ فنصر الله الدين بشخص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فبدأ يعد العدة. قال: جيش أسامة يخرج،
والبقية الباقية تستعد في المسجد للخروج لملاقاة المرتدين. فخرج أبو بكر قائدا عليهم حتى يعطي الأمر أهمية، وحتى يعلم المسلمون أن القضية قضية خطيرة وقضية مهمة. فانتصر في أول اللقاءات، ثم رجع إلى المدينة وأعد العدة وأراد الخروج. فقال له علي وكبار الصحابة: نقول لك يا أبا بكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لا تفجعنا في نفسك، لا تفجعنا في نفسك يا أبا بكر. فلبث وجلس في المدينة مصفرا، لكنه عقد الألوية وأرسل الرجال في أطناب الجزيرة يمنة ويسرة. كلم خالدا قبل أن يمضي، قال له: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم العبد خالد بن الوليد، نعم أخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على الكفار. فخرج خالد وقد دوى في أذنه صدى هذه الكلمات العظيمة: سيف من سيوف الله سله الله على الكفار. اجتمعت حلول المرتدين وقوي شأنها وردت من ردت من حلول المسلمين، وكان أكبر تجمع للمرتدين في أرض اليمامة قوم مسيلمة الذي ادعى النبوة كاذبا، عليه من الله ما يستحق. جمع أكثر من 40,000 رجل، تصدى له بعض جيوش المسلمين، ولكنه ردهم على أعقابهم. فقال أبو بكر: ليس لها إلا البطل خالد رضي الله عنه وأرضاه. فالرجال يعرفون متى، يعرفون في الأزمات. قال الله جل في علاه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فوجه أبو بكر خالدا إلى أرض المعركة، وجمع خالد الجيوش ووحد صفوفهم وحثهم على التضحية والبذل والعطاء من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ما خرج القوم إلا من أجل هذا الهدف، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم فقط؟ لا، ولكل من صاروا على طريقهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدارت رحى معركة ضروس لم يشهد لها التاريخ مثيلا. إن العرب إذا التقوا مع العرب فاللقاء أخطر مما تتصور. بدأت الأسلاء تتقطع والرؤوس تتطاير والبقور تبطن والدماء تسيل. رأى خالد أن علامات الهزيمة بدأت تظهر على المسلمين، فبحث عن السبب، فوجد أن السبب أن روح المسؤولية بدأت تضعف في حياة الرجال، أن روح المسؤولية بدأت تضعف في حياة الرجال. اليوم هذه الروح فقدت في حياة المسلمين. من تصدى لآهات المسلمين هنا وهناك وقال أنا لها؟ من تصدى لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ من تصدى وقال أنا لها؟ لهذه الأزمات التي تمر على أمة الإسلام لا يقوم بذلك إلا رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. تميز خالد الصفوف، ميز المهاجرين عن الأنصار، وميز أبناء كل أب تحت راية أبيهم، ثم قال لهم: اليوم نعرف من أين تأتي الهزيمة، اليوم نعرف من أين تأتي الهزيمة. فارتفعت معنويات الرجال، وصالوا وجالوا وقتلوا، وارتفعت الآيات والتكبيرات والتهليلات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتمايز الرجال وارتفعت التهليلات والتكبيرات وأقبلت ريح الجنة. فصال الرجال وجالوا وكروا وطروا وأسفنوا في العدو الجراح وقطعوا الأسلاء وبقروا البطون وأسالوا الدماء كلهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. حتى لجأ مسيلمة ومن معه إلى حديقة الموت فارتفعت همم الشباب في التضحية والبذل والعطاء من أجل نصرة هذا الدين. إن الناس في سباق إلى الله جل في علاه، فإن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل قيل لأحدهم في ميدان المعركة نخاف أن نؤتى من قبلك، قال بئس حامل القرآن أنا إن سؤت من قبلي وآخر يحفر حفرة حتى رجلي ويقول لقومه والله لا أتكلم بكلمة حتى ألقى الله فأدلي إليه بحجتي. فلما دخل القوم إلى حديقة الموت وأغلقوا الأبواب وظنوا أنهم في معزل عن أولئك الرجال الأبطال، قال خالد بن الوليد أين أنت يا فتى الأنصار؟ البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كان نحيف الجسم ولكنه قوي الإيمان. في أول عملية استشهادية دارت في أرض في تلك المعركة قال لهم احملوني على الرماح، احملوني على الترسي وارفعوني بالرماح ثم ألقوني في حديقة القوم، إما الموت وإما الشهادة، إما الموت وإما النصر والشهادة. فرفعوه وفي الحديقة رموا، فقاتل القوم وحيدا منفردا حتى فتح الله على يديه وبه وبجسده النحيل أكثر من 80 ضربة بسيف ورمح وطعنة بسكين. انطلقت فلول المسلمين تقتل في فلول المرتدين حتى أسفنوا فيهم الجراح. وعلم أولئك القوم أن خلف هذا الدين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فانقضت وانقشعت تلك الأزمة التي كادت أن تثني تلك الدولة المسلمة. ثم انتهى خالد من تلك المعركة وانتقل إلى أرض معركة أخرى. رأى أبو بكر أن فارس والروم بحاجة إلى أن تعلم أن للإسلام رجال، بدأوا ينفشوا ريشهم ويتعرضوا لوفود المسلمين هنا وهناك، فكان لابد أن يعلموا أن لهذا الدين رجال. فأرسل الجيوش إلى العراق وإلى الشام، أرسل أبا عبيدة وأرسل كبار الصحابة على رؤوس كثير من الجيوش. خالد وصل العراق فبدأ يرسل الرسل ويكتب الكتب إلى ملوكها وسلاطينها. كان مما كان يكتب لهم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، وإلا اسمع وضع تحت إلا خطوط، وإلا فإني أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة ويرغبون في الآخرة كما ترغبون أنتم في الدنيا. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. وصدق نبي الهدى والرحمة حين قال تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الطير، وليوشكن الله أن ينزع من صدور أعدائكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو المرض الذي تعاني منه الأمة في هذه الأيام. كان أبو بكر يرسل الرسل ويرسل الجيوش ويقول لهم كلمة ليس ما عقلناها وفهمناها، قال مما قال احرصوا على الموت توهب لكم الحياة، سبحان الله حرصوا على الموت فسادوا مشارق الأرض ومغاربها. بدأ خالد انتصاراته في العراق بدءا بذاك السلاسل وانتهاءا بالفرار في أعلى العراق. ثم الروم بدأت تجمع فلولها، فسمع أبو بكر بالخبر فقال ليس لها إلا خالد، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه.
فأرسل إليه يأمره بالتوجه من العراق إلى الشام، فقطع المسافة بين هناك وهناك في مدة قصيرة في أعلى أرض لم يقطعها قبله إنس ولا جان. فالرجل على أثمن الاستعداد للبذل والعطاء مهما كان الثمن. ما أحوجنا لمثل هؤلاء الأبطال. وصل خالد إلى الشام وجمع الجيوش ووحد الصفوف وتلا عليهم القرآن وذكرهم بالله وبالدار الآخرة، ذكرهم بفضل الشهداء عند الله جل في علاه وما أعده الله لهم في جنات النعيم، بين لهم وقرأ لهم أن الله اشترى وهم باعوا الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة. وما أعظمها من صدقة، وعد سابق وعهد صادق، ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذكرهم خالد بالله وقال لهم هذا يوم من أيام الله، أفرصوا الجهاد لله، وابغوا الله وأريدوا الله والدار الآخرة في جهادكم هذا. ثم نزع حب الإمارة من قلوب الرجال فقال الإمارة بيننا وبينكم، يتولاها كل رجل منا يوما. ظنوا أن المعركة ستطول، تخيل يا رعاك الله، فلول من الكفار تعدادها أكثر من 240,000، وفي المقابل فئة قليلة لا تتجاوز 30 أو 40 ألفا، لكن قلوب مليئة بالإيمان. بالليل يقرؤون سورة الأنفال، بليلة في ليلة المعركة قيام يقرؤون سورة الأنفال، ثبات واستعداد للبذل والتضحية. وهناك وعد من الله، إذا تبرعوا واستغاثوا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إن كان عندهم قنابل ومدافع ودبابات فإن الله أيدنا بإسرافيل وميكائيل وجبرائيل، فإن الله أيدنا بملائكته التي تقاتل مع المؤمنين. فماذا تصنع أسلحتهم مع جنود الرحمن؟ ما هان قائد من قادة الكفار رأى في وجوه أولئك الرجال بسالة وشراسة فأراد أن يحقن الدماء، فقال هل من كلمة بيني وبين خالد؟ هل من كلمة بيني وبينكم حتى نحقن الدماء؟ فالتقى خالد مع ماهان، التقى ودار بينهم هذا الحديث. قال ماهان والله ما قال ماهان أخبرنا أنه ما أخرجكم من دياركم إلا الفقر والجوع والحاجة، إن شئتم أعطيت كل واحد منكم طعاما وشرابا وعشر دنانير ذهب ودابة ثم ترجعون إلى أرضكم وتعودون من السنة القابلة أعطيكم مثلها. يريد أن يكثر عزة المؤمن، وأنى له أن يكثر العزة المستمدة من القرآن، ومن النور النبوي. فقال له خالد أما والله ما أخرجنا الجوع ولا العطش ولا الفقر، ولكننا قوم نحب أن نشرب الدماء، ولقد أخبرنا أن دماء بني الأصفر من أطيب الدماء، من أجل ذلك خرجنا. ثم كبر خالد رضي الله عنه وكبر الرجال وبدأت السيوف تعمل في رقاب الكفار، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وبدأت التضحيات والمآثر تظهر بين الرجال، فهذا رجل يقول لأبي عبيدة يا أبا عبيدة إني عزمت على الشهادة فهل من وصية أبلغها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبيدة أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله جل في علاه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فأي قوة تستطيع أن تذل تلك الفئة المؤمنة التي تستمد العزة من القرآن؟
والله يوافي الأمة في كل حين وفي كل مكان إذا اشتدت عليها الأزمات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. متى يعرف الرجال؟ يعرف الرجال عند التدائج والمدلهمات تظهر معادن الرجال. وما أحوج الأمة اليوم فهو الأقصى يلوث جراحهم والمسلمون جموعهم آحاد. يا ويلنا ماذا أصاب رجالنا أو ما لنا سعد ولا مقداد. يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا أو ما لنا سعد ولا مقداد. فانتصر الرجال في معركة من أعظم المعارك وأبلوا بلاء حسنا. انتهت المعركة وحسمت في يوم واحد. من كان يظن أن هذه الفئة القليلة تستطيع أن تحسم المعركة في يوم واحد؟ بدأت المعركة من طلوع الشمس وما غابت الشمس إلا والمعركة قد حزمت وصلى خالدا في خيمة ماهان. النصر من عند الله وليس من عند خالد. والأمة تمتلك أمثال خالد كثير تخيل وخالد في قمة انتصاراته يرسل عمر بعد أن مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يرسل رسالة إلى الشام يعدل فيها خالدا في أوج انتصاراته. قال عمر فيما قال: ما عدلت خالدا عن سخطة ولا عن خيانة ولكني رأيت الناس قد فتنوا بخالد. أردت أن يعلم الناس أن النصر من عند الله الصانع وليس من عند خالد. لكن خالد يوم عزل هل توقف عن خدمة الإسلام؟ أبدا ما توقف. خالد يخدم الإسلام أميرا وجنديا في أي مكان يوضع يخدم الإسلام. وهكذا رجال الإسلام ليس همهم مناصب ولا همهم عطايا بل همهم الله والدار الآخرة. خاض خالد سنوات طوال في أرض المعارك. لو كشف عن جسده فما في ذلك الجسد من موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. فلله ضر ذلك البطل طلب خالد الشهادة في مضانها هنا وهناك. خاض أكثر من 100 معركة أو زهاها ولكن الله قضى على خالد أن يموت على فراشه. فلا نامت أعين الجبناء من أخبار خالد أنه كان يقول: والله ما ليلة بثها والسماء تظلني والأرض تقلني في سرية من المهاجرين في ليلة شافية أحب إلي من ليلة أدخل فيها على عروس أو أبشر بها بغلام. انظر إلى الهمم يا رعاك الله وقل: أين نحن من هؤلاء؟ كان إذا اشتدت المعركة وحمل وطيس فأطأ برأسه إلى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء ثم ناجى الله ثم قال: والله ما هو إلا الموت والجنة وما إلى المدينة من سبيل. قال فيما قال: شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القرآن. فماذا شغل الشباب اليوم عن الآيات وتدبر القرآن؟ شغلهم الجهاد والإعداد والاستعداد أم شغلتهم القنوات والمباريات عن تدبر آيات الله؟ لن تذهب الأمة إلا على أكتاف الشباب. لن يقوم لهذه الأمة قائم ويتبدل الحال إلا على أكتاف الشباب الذي جعلوا خالدا
ومن معه قدوة لهم، الذين جعلوا خالدا ومن معه قدوة لهم وساروا على طريقهم وتشبهوا بهم. تشبه بالصالحين فإن التشبه بالصالحين فلاح، إن لم تكن مثلهم فتشبه بهم. اليوم والظروف كما يعلم القاصي والداني، تآمر الكفار يمنة ويسرة على أن يطفئوا نور الله، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهو الإسلام، فهو الإسلام يصنع رجال كأمثال خالد كخطاب وغيره من الرجال. سبحان الله، يموت كل يوم عشرات بل مئات بل قل آلاف بل قل آلاف، ولكن لا يعني موتهم شيئا. وواحد يموت تفجع الأمة في أدنى الأرض وأقصاها لفقده. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاف تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فج يموت بموته خلق كثير. ما تخالف، ما تخالف، لأن الله كتب الموت والفناء على كل مخلوقاته، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اليوم والأزمة تشتد، اليوم والأزمة تشتد، لا بد من التفاؤل، لا بد من بث روح الانتصار ورفع المعنويات بين أفراد الأمة. إنها سحابة صيف ستنقطع، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم أيها الغالي، هذا الدين سينتصر بعز عزيز أو بذل ذليل، لكن أين دوري ودورك؟ أين دوري ودورك في زحمة الأحداث؟ أين دورك أنت أيضا أيتها الصالحة أيتها المؤمنة؟ الإسلام اليوم في أمس الحاجة لجهد كل واحد منا. إن أعظم ما نقدمه للإسلام اليوم أن ننتمي للإسلام حقيقة الانتماء. إن أعظم ما نقدم للإسلام من خدمة اليوم أن نطبق الإسلام واقعا ملموسا في حياتنا، أن نحافظ على الصلوات ونعمر المساجد وننتهي عن المحرمات، أن نطبق الإسلام بكل حذافيره صغيرة وكبيرة واقعا ملموسا في حياتنا. إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل في الأزمات، ما ضاقت إلا فرجه، وبعد الصبح وبعد الليل فجر، طال الليل أو قصر، متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي، متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد، متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي، والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة الصياد. فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم، نمل يدب بغابة الآساد، متفائل فبشرى النبي قريبة، متفائل بشرى النبي قريبة، فغدا سنسمع منطقا لجماد، حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لبلاد، يا مسلما يا عبد الله، يا مسلما لله يا عبد له، خلفي يهودي أقل أحقادي، فاقتله فاصفر تربنا من رجسه، لا تبقي ديارا من الإلحاد، قسما لمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي، لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي، هذا يقيني وهو لي بل الصدى والكأس غامرة لغلة صادي، فاجعل يقينك بالإله حقيقة واصنع بكفك صارما لسدادي، وإذا قطعت الرأس من حياتهم لا تنسى أذنابا لكل بلادي. هذا الدين سينتصر بخالد أو بغير خالد، والأمة التي أخرجت خالد قادرة على أن تخرج أمثال خالد. واليوم نرى تباشير الصباح قد ظهرت وأشرقت، ها هم الشباب يعمرون المساجد، وها هم الفتيات يتزينون بزينة الإيمان، ها هم الآباء في وسط هذه الأحداث يحثون الصغير والكبير على التمسك بهذا الدين. أبي الإسلام لا أبني سواه
إن استخروا بقيس أو تميم سيظهر هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، لكن يبقى ما هو الدور الذي سأقوم به أنا وأنت وأنت، ما هو الدور الذي سيقوم به كل واحد منا؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال جل في علاه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.